والله ما بعرف يا شهيرة خانم، ما بعرف. ايه خير ان شاء الله. خير سيبك بنت حماية. يا ترى شو مخبي علينا فوزية؟ نحط الغداء؟ حطوا الغداء. تأمري شهيرة خانم. رشيدك يا عمو. يا عمو انا رايحه على الحاره الثانيه، عندي ولاده مستعجله، بس في ابوك بتقولي له هالحكي. اي يا عمو الله معك. يلا بخافك تقبريني. الله معك. تنصر. امشي يا اختي. يلا يا الله. اي والله يا اختي حارتكم كثير بعيده علي. انا بدي افهم ليش ما جبتوا الدايه تبعكم؟ اي والله عطتك عمره ان شاء الله. ريت والله نعيم عم نزرع عيد عبود. أمرك حليب؟ يلا جيتك راجع لك. أمرك نارا يا جوي مشي نارا. مرني معلم. حبيب قلبي الله يرضى عليك، متى ما فضيت تعمل لي برمي على الحمام، بتشوف شو في عنا ناقص، ثياب، صابون، طاسات، حجر أسود، دمباك، شاي، بن عم تفهم عم تحفظهم؟ إيه إيه حفظ إيه. تزرعهم زرعهم براسك ها؟ أمرك. أيوة. كل هدول؟ كل هدول بدك تنزل بعدين على السوق، شو ناقصك رسا بتجيبه. أمرك معلم، في شيء ثاني؟ رجع على شغلك روح. طيب، يلا. روح. كيف شو صار بالناس هو؟ أو لحد هون وبس، وشبعتونا رز، لحد هون وبس، وشبعتونا رز. خلينا إذا بيهدأ التليفون. الو اسمعي يا وفي. احترامي سيدي، مرني. بتروح بتجيب لي ابو سعيد الدومري فورا لهون على الكراكون، مفهوم؟ امرك سيدي امرك. انت بتتحنى بشرب كاسه شاي؟ لحد هون وبس وشبعتونا رص. يلا هيك لكان. اكيد الكومندان عنده خبر انه ابو الصلح عم يفوت على الحاره بالليل، ومشان هيك قلعوا لابو جواد من محرسه. ايه بيستاهل.
لا يرد. أنا أختير كراكون. فين أخي؟ خير شو في؟ أبو سعيد هون؟ أي هون أخي هون، بس خير شو في؟ بعتيلي ورم منه، يلا عاوزينه بالكراكون. طيب يلا لحظة بس لفيقلك يا هو نايم. يلا على السريع أختي على السريع. شد حالك انت وياه، شد حالك لك. يلا ابو سعيد شو صار معك؟ اهلين 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 وفي افندي اهلين. روح غير ثيابك تعال معي مني على الكراكون. غازي افندي عاوزك. عاوزني الي؟ اي عاوزك. ايه يلا خير. يعني انا شو بده؟ ما بعرف هلا، بس تصير عند منه بيقول لك شو بده منك. يلا يلا بسرعة على السريع لانه كثير مستعجل. انا الله يرضى عليكي، إذا بغيبتي إجت أمي وسألت عني إني وصلت على الكراكون. يا بي شو صاير؟ شو في؟ والله ما بعرف يا بنتي، والله ما بعرف. يلا يا أبو سعيد لا تطول يا بي. إيه؟ لا إن شاء الله. بدي غازي يا بنتي، يلا إن شاء الله ما تطول روحتك على الكراكون. شو صار معك؟ يلا شرف معك مني. يلا وراي. يلا شو عامل ابو سعيد كمان؟ لاما شو القصة؟ هيك الأوامر. ليش أنا عامل شيء حتى تجيبوني على الحبس؟ شو بعرفني؟ هلا بس تلبق غازي يا فندي هو بيقول لك أنت شو عامل. عمى والله ما عاد حدا يعرف شو عم يصير بهالحارة. يا ابو عزو الله يخليك هيك دللني وزبطني على الاخير وكتر لي هذا العطر مشان تصير ريحتي طيبه. كامل ماني مستنظف عمليتك كلها هذا. لا يا عمي الله يسامحك. شو قصتك؟ امك بدها تخطب لك؟ في هيك شيء؟ اها في هيك شيء. ليه؟ يا الله يعين هالبنت الحلال على هالوقعه اللي توقعها. هيك منيح معلم بس نور. ماشي الحال ماشي الحال، بعد لشوف. بدك تخطب قلت لي ما هي؟ ايه 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 دللني دللني. شو معزومين؟ هلا دو قولوا يا رب. الله يعينها الله يعينها ويساعدها. يق الله يخلينا اياك يا عمي ابو عزو، بعرفك هذا الكلام مو من قلبك. ما قلت لك خبينه منيح ولا تمد ايدك عليهم؟ مضبوط ابن عمي. وليش اخذه منهم ذهبيتين؟ والله العظيم والله العظيم ما اخذت منهم شيء. لا تعرفي. صدقني ابن عمي صدقني، ما بحكي أنا مثل ما تركتهم بالخزانة بعدين ما عاد مديت. وين راحوا ذهبيتين؟ والله ما بعرف يا سيدي والله العظيم. الله أكبر اسمعي شي، إذا ما بتقولي وين راحوا ذهبيتين بدي أسلخ جلدك أنا عمك وابعتك لعند عمتك المقدس. لا لا بوس إيدك. أحكي رح أحكي رح أحكي. والله العظيم يا سيدي والله العظيم ما فات على الأوضة غير كاملة ومطيعة، فاتوا ساعدوني باللعب وأنا فتحت لهم الخزانة لحتى تدقق. موت
قطيعه كامله ناقصه الفساتين ياخذوا من عندي. ما بعرف يمكن عملوا كل هي نصا حتى يبنوني. الله اكبر. والله ما اخذنا شيء احنا. الله وكيلك ما بدي. كاملة؟ نعم ابن عمي. نعم ابن عمي. انتوا فتوا على غرفة فوزية وفتحتوا الخزانة شي؟ احكوا! ابن عمي فوزية طلبت منا نفوت على اوضتها مشان نوضر معها الشراشف والغسيل واللحف. وهي فتحت الخزانة مشان ناخذ رواب من عندها، بس انا ما اخذت لانه ما بيجي على مقاسي. بعدين يا تاج راسي يعني انت جايب لنا رواب كثير. احنا مالنا بحاجة. ومين فيكم مديده على الكيس واخد ذهبيتين؟ انا ذهبيتين ابن عمي. والله ما بنعرف عن شو عم تحكي يا تاج راسي. شو القصة؟ اختي حطيت ذهبيات مع فوزية، اخذتهم منها الصبح لقيتهم ناقصين ذهبيتين. بس يا اخي مطيعة وكاملة بعمرهم ما مدوا ايدهم على مصاريك. ولا انا شهيرة خانم طول عمره ابن عمي بحط معي غلة البوايكية، ولا مرة لقاهم ناقصين ذهبة وحدة. صح يا تاج راسي ولا لا؟ مزبوط. بعدين انا ليش لحتى مد ايدي؟ ابن عمي كافيني وكل شيء بدي اياه بشتري. اسمعوا، اذا ما اعترفتوا مين اخذ الذهبيتين بسلخ جلدك انت وياها. الله وكيلك يا ابن عمي، لا شفت لا ذهب ولا مصاري ولا مديت ايدي على شيء. وانا كمان ابن عمي، وجيب لي المصحف الشريف لاحلف لك عليه اني لا شفت الذهبات ولا مديت ايدي عليهم، والله يغضب علي من عالي سماء اذا شفت شيء او عم بكذب عليك. هيك لك تخيلك يا شهير، الله وكيلك ما سرقنا شيء. الله وكيلك بعمرنا ما عملناها. والله لا قريبكم قريب. بدي اعرف مين كسبها بيناتكم. تعي لهون انت وياها. الله وكيلك يا ابو عامر، يعدمني نور عيوني اذا شفتهم للذهبات او مديت ايدي عليهم. والله العظيم ما مديت ايدي ولا بعرف عن شو عم تحكوا. شي لك وين راحوا الذهبات؟ شقت الارض وبلعتهم. الله وكيلك ما اخذنا شيء، والله ولا شفنا شيء. لك وينه؟ والله يا ابني احكي احكي اختي دخيل الله ترفيني. الله يخليك يا شهيرة، والله ما شفتي حالتي لما أعطيته المصاري للرجال، صرت قد الكمشة. اهدى أخي اهدى. لك أنا قصرت مع حدا منهم؟ لك حدا طلب مني مصاري وقصرت؟ أشهدتك بالله. أشهد بالله إنك كريم وبعمرك ما قصرت مع نسوانك. ومشان ريحك أكتر قومي ولي أنت وياها ومتوضوا لشوف. شو بدك تساوي يعني؟ بدي خليهم يحلفوا يمين على المصحف حتى يبين الحق من الباطل. هلا عندي شغل بس راجع له. قومي اتحركي انت وياها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مين؟ 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 يا الله يا الله.
ضيا. نعم ابن عمي. تعي. حطي ايدك على القران وحلي فيه. اقسم بالله رب العرش العظيم رب القران الكريم اني لا شفت الليرات ولا سرقتهم، والله يشهد علي. جاي معلم. كاملة. تعي. حطي ايدك واحلفي. حطي. اقسم بالله العلي العظيم اني ما اخذت الذهبتين من غرفة فوزيه، واذا كنت عم بكذب الله لا يسامحني. روحي. شو يعني يا اختي؟ وين راحوا الذهبات؟ اكلوهم العفاريت؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. لا اله الا الله محمد رسول الله، بس انا بدي اعرف، بدي اعرف مين الحراميه بهالبيت. خلص اخي انسى الموضوع. شلون بدي انسى لك اختي؟ خلص قلت لك انسى الموضوع بلا ما تنفضح قصتنا. الله بيعوضك على هالذهبتين. ماشي هي كرمالك اختي، بس الكذاب رب العالمين بده يغضب عليه. الحق عند الله ما بيضيع. روحوا على غرفتكم. امرك ابن عم. الله يوفقك.
جماعة القصة واضحة مثل عين الشمس. من حبسة أبو سعيد غازي بده يخلي الحارة بلا ضوء. بعدين يا مختار ليش حبسه أبو سعيد؟ حدا بيعرف؟ ما بنعرف شو جاي أوامر من أسياده. بعدين أنا بشك بأنه الفرنساوي محضر لنا شي شغلة يعملها بالحارة الليلة. مثل شو بده يساوي مختار؟ مثلاً يفوت علينا بالليل ويأخذ شبابنا ويفتش بيوتنا أو وينكم يفوت كم واحد من هدول الزعران اللي كان حاططهم بالسجن يدخلهم لعنا على الحارة ويعملونا شي مشكلة. على الحارة يا مختار لازم ناخذ احتياطاتنا ونخلي شم شباب الحارة يشتغل شغلته أبو سعيد. عداك العيب أبو سليم. مين برأيك يا مختار ممكن يشتغل شغله أبو سعيد؟ وامر مين في عندك؟ مين ما بدك، كل شغيلتي بأمر الحارة. عمي إذا ناوي تحطوا لك قداس ما بدنا هي خدمة لهيك حارة. لا يا أبو محمود، شو بو قداس؟ مو عاجب أهل الحارة. شو هالحكي؟ ليش شو عامل قداس؟ صاير صيت وعاطي من ورا صحبته لحامد زلمة مصهر بيك. ما هو مثل عمره بافو. إيه بس هلا صايرة شغلته شغلة زعرني، يعني كل يوم عم يطلع برات الحارة وما عم يرجع لآخر الليل، عم يروح لعند رفقاته لعيبة القمار، وكل يوم بيرجع دايب دوب من الخسارة. صاي ساري، هذا قداس كل يوم عم بيروح يلعب بالقمار هو حامد، منين عم يجيب مصاري؟ من شغله يا أبو عزو، من شغله. أبو عامر، ليش أنت قديش عم تعطي إجرة؟ مثله مثل الشغيلة، يعني زيادة شوي لأنه عنده شغل براني. بس أنا ما فيني خليه بطل أسوسة. صهري بيرضيك إنه شغيل مش شغيلتك يلعب قمار؟ أعوذ بالله، بس كيف بدي تركه أسوسة ما بعرف. سيدي نحن مالنا فيه، الله يهدي من هيك سوسة ويرجع له عقله لراسه. الله يسمع منك يا أبو محمود. المهم يا جماعة، هلا بالوقت الحاضر في عندنا مشكلة، بدنا حدا يشتغل محل أبو سعيد الدومري. ابني مختار، ابني صبري، بيقوم بهالمهمة هاي طول الليل. هيك عم يعمل فيني ابن عمي، عم يتمقطع فيني لأنه ما عندي أهل روح لعندهم. أنا يتهمني بالسرقة ويضربني أنا؟ أنا عندي أهل ورايحة لعندهم وماني راجعة بنوب. شو عم تساوي أنت وياها؟ مثل مالك شايفة يا خانو، أنا رايحة بدي هج بهالدنيا، ما عاد إلي قاعدة بهالبيت. وأنا كمان رايحة لبيت أهلي. كبروا عقلكم أنتو التنتين، خلص رجعوا أوعيكم لمحله. ما بدنا نكبر عقلنا، خلينا مجانين. بعدين شلون بدنا نقعد عندكم ونحن حرامية وسارقينه لابن عمي؟ الله بده يمتحنكم، ونياز المظلوم وعند ربه بريء. بس يا شهيرة خانو، الله ما قال تتهمونا بالسرقة، وانتو بتعرفونا شلون تربينا ببيوت أهالينا. إلا ما يبعني الحق يا مطيعة. الحق باين يا شهيرة خانو، بس ابن عمي صاير ظالم. ابن عمك ماله ظالم يا كاملة، بس في مين عم يتوه له رأيه. وهذا يلي صار فينا يا شهيرة خانو، ماله ظلم؟ ولا بس شاطر يصدقها لفوزية ام ابنه الله يسلم له اياه. بعدين ليش بس نحن نحلف؟ ليش انت وفوزية ما حلفتوا كمان؟ بدك يعني انا احلف على المصحف الشريف يا كاملة؟ ليش انت مانك قاعدة معنا يا خانو؟ بلا، قاعدة بالبيت مثلكم. يا شهيرة خانو، لازم كل يلي قاعدين بالبيت يحلفوا على المصحف الشريف، مو بس نحن. معك حق يا مطيعة. هلا بس يرجع اخي ابو عامر رح خليه يحلفني انا وفوزية على المصحف الشريف. منيح؟ ولو حلفتي انت وياها على المصحف خلص انا ما عاد الي قاعده بهالبيت، ما عاد اقعد عنده لابن عمي،
وكلي الله يا مطيعة، وكلي الله. ولا أنا كمان رح ضلني قاعدة، هي تاني مرة باكلها ظلم. خلاص شبنا كاملة، استهدي بالرحمن. قولي هي عاشر مرة عم ناكلها ظلم منه، كله بس منشان يرضيها للست فوزية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كبير يا خانم، الله كبير، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس معلش رجعوا أوعيكم لمحله، واليوم إن شاء الله ما بتكونوا إلا رضياني، وما رح نام اليوم إلا وشوف ضحكتكم على وشكم. إيه الله يرضى عليكم. من وين بده يجي الضحك يا عمي؟ من وين؟ أنا ما لحق أضحك، ورح ضل قلبة خلقتي لحتى يرد لنا حقنا. وها وأنا مثلك كمان. ولك يا معقلة قتلي ساعتي اللي تركتك لحالك، ولك يا ريتني متت وما شفتك بهالمنظر يا بنتي. الله الله ما قدرت أعمل شيء، ما قدرت أعمل شيء، ما قدرت أشوفه، ما قدرت أشوفه، ما قدرت أشوفه، ما قدرت. ما قدرت أعمل شيء، ما قدرت أعمل شيء، ما قدرت أشوفه، ما قدرت ما قدرت أعمل شيء. يعني أنا بدي أصير حارس الحارة تبعكم مصهر بيه؟ إيه، أنت حتصير حارس الحارة بدل أبو جواد. وأبو جواد وين بده يحرس؟ يعني بحارة تانية؟ لكن أنت ليش كتر غلبة؟ أبو جواد صار كتير بالعمر ولازمه رياحة بالبيت. الله يطول بعمرك يا مظهر بيك، الله يطول بعمرك، والله يقدرني عرق جمايلك كلها. وانا اللي بيشتغل معي وبيحلب صافي يروي على الاخر، على الاخر الاخر. وانا خدامك مظهر بيك، انا خدامك. وانا هذا اللي بدي اياه منك. ومن استلمت شغلك حارس بالحاره بدي اياك تجيب لي كل شارده وارده على اهل الحاره، وخصوصي ابو عامر وابو الصلح. ايش كان فات على الحاره؟ شيء. ليش أبو الصلح عم يفوت على الحارة؟ ما قلت لك إنك كتار غلبة؟ هلأ أي شيء بيلزمك حامد بيشقر عليك، وغازي أفندي رح يطلبك مشان يخبرك. تعمل حالك ولا كأنك دريان. شو فهمت؟ إيه؟ بتأمر أمر، بتأمر أمر يا مظهر بيك. إيه معلم، وأنا بصير بسهر عنده كل يوم بالمحرس. إيه منيح، يعني حامد بالنهار وإنت بالليل. على راسي يا سيدي. استبينا يا أحلى مظهر بيك بالعالم. لا تأخذيني خالتي، مسعيد إذا دقيت عليك بوقت متأخر، بس كنت عم شعل فوانيس الحارة عم نقصتني شوية عدة. لا تأكل همي تفضل. يسلم والدين. خير خالتي مسعيد، ليش عم تبكي؟ يعني إذا كنتي عم تبكي مشان حبسة عمي أبو سعيد فلا تحكي لي هم، أكيد كبارية الحارة رح يبتوا بالسيرة. إن شاء الله، توكل على الله لك ابني، توكل على الله. إن شاء الله خالتي، إن شاء الله. يلا تصبحي على خير. يا ابو جواد. نعم سيدي. بس تخلص المناوبه تبعك لا تروح على بيتك، بتروح فورا على الكركون وبتستناني لحتى اوصل.
حاضر سيدي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. تعال صبري تعال اشرب شاي. يلا جاي يا جواد. يا عين والله بيجوا بوقتهم الشايات. انه ليش هيك عملت ابن عمي؟ هي عملة بتعملها؟ لك يا سعاد أنا شو عملت؟ شو عملت أنا يا سعاد؟ شلون شو عملت؟ ليش طلعت أبو جميل من السجن هو وولاده؟ ليش؟ لك ليش الأمر بكيفي يا سعاد؟ الأمر بكيفي إني طالعوا لأبو جميل وولاده من السجن؟ الأمر مو بكيفي، لو كان الرأي رأيي كنت علقت له مشنقته بنص الحارة. بس أنا ما دخلني، شو بدي أحكي؟ شو بدي أقول؟ ما بعرف. شلون ما دخلك؟ إذا أنت ما دخلك، مين دخله؟ صعيابي، كيف طلعوا من عندك؟ اجاني امر من السرايا يا ابي، امر من السرايا. لشو در السرايا يا ابي؟ ما بعرف، لكن الكومندان بذات نفسه عمل لي تليفون وقال لي بتطالع ابو جميل من السجن. لا واكثر، قال لي بتقيم الشمع الاحمر عند دكانته بتفتح له اياها فورا، صوري. طب الكومندان شو عرفه يا ابي؟ شو عرفه؟ شو بيعرفني؟ اذا انت بالسرايا ما بتعرف، شلون انا اللي قاعد بالكراكون بدي اعرف؟ ها تحسب لي اياها شو شلون؟ معناتها أكيد في واحد من الحارة متواصلت له لأبو جميل عند الكوماندان وعم يشتغل داسوس علينا ونحن ما عنا عليه. ما في غير هيك يا مطيع، ضربتها ضرحتها قسمتها جمعتها، ما في غير الجواب. اسمعني يا بي، طيب بلكي تأكدوا أنه هو بريء وطلبوا منك تطالعه. سعاد اسمعي بنتك. خلص وردة، أنت ما دخلك. هلأ صاروا كبارية الحارة يروحوا يترجوا الكوماندان مشان يطلع أبو جميل، هيك القصة يعني؟ هلأ صاروا كلياتهم قلبهم على بعض وعم يتعاونوا علينا. وحياتك يا سعاد، وحياتك ما اللي تاركوا لأبو جميل، وراه وراه لحتى هججوا هو وأهله من الحارة، ما يعرفوا وين رايحين بالدنيا. ولا يهمك. وصلت معك للسرايا يا أبو جميل؟ إيش عليه؟ رح يجي يوم وخلي الكومندان بذات نفسه يطلب حبسك وبالقلعة كمان. توصي في معلم؟ بيقولوا بايكون على الشغل، بدا يمكن 10 على 10. ولا يهمك، ما بصير غير بدك اياه. تصبح على خير، تكلوا. سلام. شو رايك تروح معنا على السهرة؟ سهرة شو لك عمي؟ سهرة شو؟ أنا ما معي مصاري لهي السهرات تبعكم لعب لقمار. شو بدي روح أعمل؟ تتعرف على الجماعة، تتعرف على الجماعة وخلص حق القعدة أنا وكداس مدفع. صبي لي جماعة وقعدة. عمي أنا زلمة نسوني، روح أنت هيك أنت وكداس خدوا روقوا وانبسطوا هيك واصطهجوا. أنا نسوني، أنا زلمة مالي بالقمار. وطي صوتك، وطي صوتك. إيه وطيت صوتي، بدك شي مني؟ يهزوا بدنا. تصبح على خير. أخي
روح يا صبري روح، نصيبنا اليوم ما نشوف بعض ولا نسمع كلمات بعض. سميت بدني يهزوا بدنك، لك بدي اعرف انت منين عم تجيب المصاري اللي خسرتها اليوم؟ وانت شو بدك بهيك شغله لك عيون؟ عشان خسرت كثير كداس، كثير خسرت. لا تاكل هم عمي، لا تاكل هم، سهرة بكره رح رجع مو بس يلي خسرته اليوم، لا، كمان يلي خسرانه من قبل. بس تبقى تسالني ولا سؤال الله يوفق. انا مشانك كداس، مشانك. قول لحالك عمي، قول لحالك، انت كمان خسرت مبلغ محرز، منين جايبه؟ أنا معلمي عم يغرقني بالمصاري تغري، أي شيء بطلبه بيعطيني إياه. ليش أنت شو عم تعمل له؟ عم بخدمه بكل شيء. كل شيء كل شيء؟ كل شيء كل شيء. يعني شو عم تعمل له؟ وليش عم تسأل؟ يعني هيك بدي أعرف شو عم تشتغله. ما رح لك، بدك تعرف تغرق بالمصاري مثلي اشتغلت تحت إيده. وأبو عامي؟ أجدب بالسر، اشتغلت تحت إيده بالسر. لا أبو عامر يخبر ولا حدا غيره. يبا صار بدي صفني لك حامي. صفون وأنا بكون لف، ولا أقول لك ما حبيت هاي البزرة جاية على خبخبي على داعش. فقوم هيك اذبح لنا بريق شاي وحليه حليلي ياما، خلينا نصحصح. يلا أي كداس شباب قوم. لك إيه أي كداس. لك شبه لك قوم. بدي احلف. ليش؟ بدي احلف على المصحف مثل نسوانك. لك شهيرة تضرب المصاري ويضرب الذهب وما اشوفك بهيك موقف. انا ونسوانك قاعدين بنفس البيت ولازم كل اهل البيت يحلفوا. قصدك فوزي؟ ايه. اذا بدك اياها تحلف هلا بناديلا. ناديلا؟ شو مستني؟ فوزية فوزية نعم أبو حمي بدك تحلفي؟ أنا ماني مضطر أحلف على المصحف الشريف لأنه أنا بعرف حالي وابن عمي كمان بيعرفني إني بعمري ما مديت إيدي على قرش واحد من ماله. ما هيك بدك تحلفي فوزية؟ ما رح أحلف. بدك تحلفي. بس أنا يا ابن عمي. بدك تحلفي إلي. حاضر. أنت طاهرة؟ طاهرة. حط إيدك واحلفي. ولا سرقتهم اللي أخذهم هو كداس، هو اللي أخذ الليرتين الذهب مني. الله يسامحك يا شهيرة خانو، الله يسامحك.
زالت شفتي؟ معلش مشان تكون عادل بين نسوانك. Be